السلام عليكم، اهلا بكم في اول حلقه من حلقات الدوكر. النهارده هنتعلم الدوكر اركتكتشر، الدوكر كومبوننتس، وهنبدا بشويه كوماندز بتتعامل مع الكونتينرز، الدوكر كونتينرز والدوكر ايمج. تابعونا. هنبدأ بأول جزء من حلقة النهاردة عن الدوكر بالدوكر اوفر فيو. فاكرين ايه هو الدوكر؟ اتكلمنا عن الدوكر في الحلقة اللي فاتت، او اتكلمنا عن الكونتينرايزيشن في الحلقة اللي فاتت. الدوكر هو عبارة عن ايه؟ الدوكر عبارة عن او اس ليفل فيرتشواليزيشن. يعني ايه او اس ليفل فيرتشواليزيشن؟ من الحلقة اللي فاتت بنعمل فيرتشواليزيشن للاوبريتنج سيستم عشان نطلع كونتينرز. هو ده الدوكر. الدوكر هو التول اللي بتعمل او اس ليفل فيرتشواليزيشن عشان تطلع لنا كونتينرز. الدوكر هو اوبن بلاتفورم عشان اعمل عليه ديفلوبينج وشيبينج وراننج ابلكيشن. طب يعني ايه اوبن بلاتفورم هنا؟ هل هو هنا معناه ان اوبن سورس ولا ليه معنى تاني؟ هو الصراحه معناه ان اوبن سورس، وكمان ليه معنى تاني ان هو اوبن لاي حد ان هو يستخدمه، مش مثلا الانتربرايز كوربريتس بس، او مثلا الديف اوبس بس، او الديفلوبرز بس، او الناس بتوع الاركتكتشر بس. لا، ده اوبن ان اي حد يقدر يستخدمه، وهو كمان اوبن سورس، وبيبروفايد كمان انتربرايز اديشن للانتربرايز كوربريتس. فهو اوبن لكل الناس ان تقدر تشتغل عليه. الدوكر بيديك ايه؟ الدوكر بيديك تولز، وبيديك بلاتفورم عشان تمانج وت اوركستريت اللايف سايكل بتاعه الكونتينرز بتاعتك. التولز اللي الدوكر بيديها لك بتخليك تقدر تديفلوب الابلكيشن بتاعك والكومبوننتس بتاعتك جوه الكونتينرز، او تقدر تعمل لهم كونتينرايزيشن، او تقدر تحطهم جوه كونتينر واحد. فدي جزء من التولز اللي الدوكر بيديها لك. الدوكر كمان بيديك تولز عشان تقدر تخلي الكونتينر دوت يونت واحده من السوفت وير، تقدر تعمل لها ديستريبيوشن across the local واcross the testing واcross even the production. تمام؟ لما انت تبقى جاهز وتخلص الديفلوبينج بتاع الكود بتاعك، وتحضر الابلكيشن، وتحضر الكومبوننتس، وتحطهم كلهم مع بعض في الكونتينر، تبدا تعمل تيستينج على الكونتينر بتاعك، سواء في اللوكال انفايرمنت، او سواء في التيستينج انفايرمنت، او سواء في الستيجنج انفايرمنت، لحد ما تبقى جاهز انك انت تحط الكونتينر ده في البرودكشن. الدوكر بيديك التولز اللي تقدر تعمل اوركستريشن بالكونتينر وتنقله من مكان لمكان اكروس اللايرز اللي احنا ذكرناها. الدوكر تولز والبلاتفورم اللي بيتقدم لك بيفيريفاي ان الكونتينر بتاعك يشتغل بنفس الشكل، سواء كان في اللوكال او في الكلاود او في الهايبر كلاود او في اي داتا سنتر انت بتستخدمه. فكل دول على بعض التولز والبلاتفورم اللي الدوكر بيقدمه لينا. طيب تعالى نفهم بقى الاركتكتشر بتاع الدوكر. الدوكر الاركتكتشر بتاعه هو عباره عن كلاينت سيرفر اركتكتشر. تمام؟ فبالبديهي او بالتخيل بتاعنا ان هيكون عندنا كلاينت وهيكون عندنا سيرفر. فتعالى نستعرض الكومبوننتس بتاعت الاركتكتشر استعراض سريع، وبعدين هناخد كل جزء من الكومبوننتس ديت نفصلها. اول حاجه هنتكلم عن الكلاينت. الدوكر بيقدم لنا دوكر كلاينت بنقدر نكونكت بيه على السيرفر اللي هو الدوكر سيرفر. بيقدم لنا نوعين من الكلاينت. النوع الاول هو الريست كلاينت، ودوت بيتعامل او بيتكلم مع الدوكر سيرفر عن طريق ريست اي بي اي كولز. النوع الثاني هو السي ال اي، الكوماند لاين انترفيس. الكوماند لاين انترفيس بيكونكت باي ديفولت لو الدوكر سيرفر انستوليشن والكلاينت على نفس الماشين باليونكس سوكت. ولكن لو انت بتكونكت على ريموت سيرفر، تقدر السي ال اي تريكونفيجرو انه يستخدم الريست اي بي اي انه يكونكت على الريموت دوكر سيرفر او دوكر انجن. تمام؟ فدول نوعين الكلاينت اللي الدوكر بيقدمهم لنا. طيب تعالى نبدا نتكلم دلوقتي على الدوكر سيرفر. الدوكر سيرفر هنا في الدوكيومنتيشن بتاع دوكر هتلاقي بيتكلموا عنه على انه الدوكر ديمون، وهنشرح الجزء دوت لما نيجي نفصص الدوكر سيرفر. ايه الكومبوننتس بتاعت الدوكر سيرفرز؟ احنا عندنا ثلاثة كومبوننتس في الدوكر سيرفر. الكومبوننت الاول هو الايمجز اللي هو الدوكر ايمجز، وهنشرحها بالتفصيل. الكومبوننت الثاني هو الدوكر كونتينرز، والكومبوننت الثالث هي الفوليومز
الفوليومز هنا مقصود بيها الداتا فوليومز، تقدر تعملها ماونت وان ماونت، وهنشرحها بالتفصيل في وقتها، وهنشرحها كجزء من الكومبوننتس في السلايدز الجايه. طيب اخر جزء في الاركتكتشر بتاعنا في الدوكر اركتكتشر هو الريجستري. الريجستري دوت عباره عن ايه؟ عباره عن مكان بنقدر نسيف فيه الدوكر ايمجز عشان نقدر السيرفر يقدر يستخدمها. كده يبقى احنا استعرضنا كل الدوكر اركتكتشر، وهنبدا بالتفصيل ناخد كل واحده نشرحها. تعالى نبدا بالدوكر سيرفر. الدوكر سيرفر هو احنا قلنا هنلاقي اسمه دوكر ديمون موجود في الدوكيومنتيشن، والاسم ديمون متاخد من اسم الديمون ثريد، وهو اتاخد الاسم ده لان هو بيرن على ديمون ثريد في الباك جراوند وبيلسن للاي بي اي كولز اللي جايه له عشان يبدا يترجمها ويشتغل على الاي بي اي كول ويمانج الدوكر اوبجكتس اللي احنا استعرضناها في السلايد اللي فاتت وهنشرحها. تاني جزء ان الدوكر بيقدر، الدوكر ديمون او الدوكر سيرفر مش فقط بيقدر يتكلم مع الكلاينت، لا ده ممكن يتكلم مع سيرفرات تانية، مع دوكر ديمونز تانية. يعني من الاخر بيقدر يخلي وان دوكر ديمون يكلم الدوكر ديمون التاني او التالت، والتاني والتالت يقدر يكلمه الدوكر ديمون الاول. احنا كده استعرضنا الدوكر سيرفر. الدوكر سيرفر قلنا فيه ايه؟ فيه 3 اوبجكتس او كومبوننتس. تعالى نستعرض الكومبوننت الاول. الكومبوننت الاول هو الدوكر ايمجز. الايمج دي عباره عن ايه؟ عباره عن ريد اونلي تمبلت فيها كل التعليمات اللي تقدر تخليك تكرييت كونتينر، تمام؟ طيب يعني ايه هنا ريد اونلي؟ يعني من الاخر كانها اميوتابل او ستيتلس. كل ما بتعمل اي تعديل على الدوكر ايمج بتطلع ايمج جديده، او بتطلع نسخه جديده من التعليمات، تمام؟ ودي ملحوظه مهمه وهنشرحها بالتفصيل بعدين. طيب وانس ان انا ارن التعليمات اللي موجوده في الدوكر ايمج ما بقاش اسمها دوكر ايمج، بقى اسمها دوكر كونتينر. طيب ايه الكونتينرز؟ هم الرنبل انستنس من الايمج، تمام؟ وفي ملحوظه مهمه جدا ان الدوكر كونتينر بتفضل شغاله as long as البروسيس اللي جوه الكونتينر دي شغاله. وانس ان البروسيس اللي جوه الكونتينر دي تستوب او تموت، الكونتينر كله بيستوب وبيموت. الملحوظه دي مهمه جدا وهنستعرضها بالتفصيل في الجزء العملي النهارده. تالت اوبجكت عندنا هو الفوليومز. الفوليومز ديت البريفيرد واي انك انت تدخل داتا جوه الكونتينر او تطلع الداتا من الكونتينر. يعني لو عندنا كونتينر جواه يعني شغال برنامج فيه بروسيس جوه بتجنريت داتا، وليكن مثلا داتابيز وبتجنريت الداتا، البريفيرد واي انك انت تسيف الداتا دي في فوليوم او في داتا فوليوم، تمام؟ ولو انت حابب تدخل داتا جوه الكونتينر برضو مهم ليك جدا انك انت تستخدم داتا فوليومز، وهنستعرضها بالتفصيل. طيب احنا كده شرحنا الدوكر سيرفر والكومبوننتس بتاعته. تعالى نتكلم عن الدوكر كلاينت. الدوكر كلاينت اسمه الكلاينت نيم اسمه الدوكر، ودوت الطريقه الاساسيه انك انت تتكلم او تتانتراكت مع الدوكر ديمون او الدوكر سيرفر. لما ترن في الكوماند لاين في سي ال اي في الكوماند لاين انترفيس كوماند زي مثلا دوكر رن، اللي بيحصل ان دوت بيبعت الكلاينت بيبعت الكوماند دوت للدوكر دي الدوكر ديمون او الدوكر سيرفر، وبيبدا ينكسكيوت او ينفذ الكوماند دهوت. الدوكر كوماند بيستخدم الاي بي اي اللي الدوكر سيرفر او الدوكر ديمون بيعملها بروفايد عشان يقدر يتعامل مع الديمون ده اللي انت بتكونكت عليه او اكتر. يعني ايه الكلام ده بصيغه مختلفه؟ يعني الكلاينت مش بيكونكت على سيرفر واحد او دوكر ديمون واحد، لا انت ممكن بنفس الكلاينت تكونكت على وان دوكر ديمون او اكتر من دوكر ديمون. طيب اخر جزء معانا دلوقتي، احنا شرحنا كلاينت شرحنا السيرفر بالتفصيل، داخلين دلوقتي على ايه؟ الدوكر ريجستري. الدوكر ريجستري عباره عن ايه؟ زي ما قلنا مكان بيسيف الدوكر ايمجز، تمام. الدوكر هاب هو السوليوشن البروفايدد من الدوكر من شركه دوكر عشان تبقى او عشان يكون هو الدوكر ريجستري، تمام. اي حد يقدر يستخدم الدوكر ريجستري دوت، هو اصلا فري لاي اوبن سورس بروجكت ولو او اي بابليك بروجكت، ولو عندك برايفت بروجكت هو ليه سبسكريبشن تقريبا بحوالي $7 في الشهر،
وباي ديفولت الدوكر انجن بتاعك كونفيجرد ان هو يكوميونيكيت مع الدوكر مع الدوكر ريجستري او الدوكر هاب. تمام. مش معنى ان هو بفلوس ان انت ما تقدرش تستخدمه، لا، طالما البروجكت بتاعك بابليك او البروجكتس اللي انت بتستخدمها بابليك بروجكتس ففري فور يوز وما فيش اي مشاكل. اخر حاجه عندنا ان الدوكر هاب مش الريجستري الوحيد اللي موجود في الماركت، لا، عشان في ناس فاكره ان الدوكر هاب هو الريجستري الوحيد اللي موجود في الماركت الدوكر، لا، المعلومه دي مش صحيحه. في دوكر ريجستريز كتير جدا، اشهر 2 دوكر ريجستريز موجودين تقدر انت تستخدمهم في الانفراستراكشر بتاعتك او في اللوكال عندك، هما الكوي والارتيفاكتوري. تمام. انت ممكن تكونفيجر الدوكر سيرفر بتاعك ان يكونكت على الكوي او الارتيفاكتوري او الدوكر هاب بمزاجك، بس زي ما اتفقنا او زي ما قلنا ان باي ديفولت هو بيكونكت على الدوكر هاب. تمام. احنا كده تقريبا شرحنا بصوره تفصيليه الدوكر اركتكتشرز والكومبوننت بتاع الاركتكتشر اللي احنا هنستخدمها في الجزء العملي، واعتقد كده كفايه شرح نظري، ونبص على الدوكر انترمينال. يلا بينا. قبل ما نبدا باي كومنتس في الدوكر، احنا حابين نقول ان احنا مفترضين انك انت اوريدي عامل دوكر انستوليشن، يعني انت مسطب الدوكر على الفيفوريت اوبريتنج سيستم بتاعك او الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه. لو حابين تشوفوا طريقه انستوليشن الدوكر مننا، يعني احنا نعمل لكم الفيديوهات دي، يا ريت تسيبوا لنا كومنتس. احنا شفنا ان في ناس كتير جدا مغطين التوبيك ده، فما حبيناش نكرر نفسنا. الكومنز اللي احنا هنشرحها دلوقتي احنا مش هناخدها مرة واحدة، احنا هناخدها كذا مرة طول ما احنا شغالين، سواء النهاردة او في الحلقات اللي جاية. والفكرة من الموضوع دوت ان احنا هنستخدم كومبينيشنز من الكومنز كتيرة، وهنستخدم الكومند مثلا بشكل معين وبعد كده هنستخدمه بشكل تاني، او بنغير البارامترز بتاعته عشان يفيد يوز كيسز متقدمة. كل ما احنا هنشرح اكتر كل ما اليوز كيسز هتبقى متقدمة اكتر. اول كومند هنبدأ بيه النهاردة هو الدوكر فيرجن. بعد ما بتنستول اي حاجة او بتسطب اي حاجة، اول حاجة بتبدأ تعملها انك تتأكد ان الحاجة دي موجودة او متسطبة عندك. ففي الدوكر انت بتكتب دوكر دبل داش فيرجن، فبيديك شورت فيرجن او يعني او اختصار للفيرجن اللي موجود عندك. طيب في طريقة تانية، طبعا ممكن نعمل دوكر داش في. تمام. وممكن ده برضو شورت فيرجن، او نكتب دوكر فيرجن، هيجيب لنا تفاصيل كتير. ايه التفاصيل اللي موجودة قدامنا؟ التفاصيل اللي موجودة قدامنا هي عبارة عن ايه؟ الشرح كل التفاصيل بتاعت الكلاينت، يعني مثلا الهاش الجيت كوميت كام، الجو ديت، لان انت عارفين الدوكر مبني على الجو لانجويج الكرييتد باي جوجل، فبيقول لك الجو فيرجن اللي بيستخدمها الدوكر انجن الدوكر كلاينت، انا اسف، والاي بي اي فيرجن والفيرجن بتاعه، وكذلك بيشرح التفاصيل بتاعت ايه الدوكر سيرفر. طب تمام. خلاص تأكدنا ان الدوكر متسطب عندنا، الكلاينت موجود، السيرفر موجود. ايه تاني حاجة بنعملها؟ تاني حاجة عاوزين نعملها هو او تاني كوماند هناخده النهاردة هو الدوكر ران. قبل ما اشرح الدوكر ران، حابب اقول انه جماعة ما تتخضوش من شكل التيرمينال عندي. انا منزل زد شيل ومنزل شوية بلوجنز، فممكن تلاقوا اوتو كومبليت وتلاقوا حاجات، ما تتخضوش، يعني ارجو ان هي ما تشتتكمش، واتمنى ان هي ما تشتتكمش، وان شاء الله ممكن نحاول نعمل اوف توبيك فيديو نوريكم الانستوليشن بتاع الحاجات دي عامل ازاي. طيب نرجع لنقطتنا، هناخد دلوقتي الدوكر ران، هنبدا نرن كونتينر اسمه هالو وورلد. ده يعني عارف كل ما بتبقى عندك لغه برمجه او اي حاجه، اول حاجه بتبدا بيها هي الهالو وورلد، فهنعمل دوكر ران. تمام. هالو وورلد. طيب ايه اول حاجه ظهرت لنا هنا؟ اول حاجه دوكر ران هالو وورلد انيبل تو فايند ايمج هالو وورلد ليتست لوكالي. ايه اللي حصل هنا هوت؟ يعني ايه انيبل تو فايند ايمج هالو وورلد لوكالي؟ مش احنا اتفقنا ان 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 الايمج هي الانستراكشن اللي بتخليك او اللي بتخليك ترن الكونتينر؟ تمام.
الانستراكشنز دي انا كتبت اسم دوكر ران هالو وورلد، فانا حابب انادي الانستراكشنز اللي موجوده في الايمج اللي اسمها هالو وورلد. جاي يدور على الانستراكشنز او الايمج دي لوكالي ما لقاهاش، طيب هيروح عامل ايه؟ بولينج فروم لايبراري هالو وورلد. يعني ايه بولينج؟ بيسحب منين؟ بيشدها منين؟ بيشدها من الريجستري، الدوكر ريبوزيتوري. يعني ايه الكلام ده؟ هو مش فاكرين رسمه الدوكر ريجستري؟ قلنا الريجستري هو ستور في الدوكر، في الدوكر ايمجز. لما انا عملت دوكر ران دور على الايمج دي لوكالي في اللوكال ستور ما لقاهاش، فعمل بول للايمج ديت من الدوكر هاب او الدوكر ريجستري، وبعد ما لقاها عمل لها بول. خلاص البول كومبليت، ديت السيجنتشر، دي السيجنتشر بتاعت الدوكر ايمج، تمام. وقال لك ان هو نزل الليتست دوكر هالو وورلد دوكر ايمج، تمام. طيب اشمعنى هنا الليتست؟ طيب ده سؤال مهم. احنا هنا ما حددناش ايه الهالو الايمج فيرجن او الايمج تاج زي الجيت بالظبط، ما حددناش ايه التاج اللي احنا عاوزينه، فباي ديفولت بيروح يفتش الليتست تاج، تمام. طيب خلاص عمل داونلود للدوكر ايمج والدنيا بقت زي الفل، ايه اللي حصل؟ عمل اكسكيوشن للدوكر ايمج، وبالتالي بقى كونتينر، والكونتينر رن واشتغل ويطلع لنا الريزلت اللي انت شايفها او اللي انتوا شايفينها. هالو فروم دوكر، ذيس مسج شوز ذات يور انستاليشن ابييرز تو بي وركينج كوركتلي. وبعد كده بيشرح لك شويه تعليمات ازاي تستخدم الدوكر، هنشرحها ان شاء الله كلها بالتفصيل. طيب احنا دلوقتي خدنا الدوكر ران كوماندز. طيب اللي حصل لما عملنا دوكر ران هو دور على الايمج لوكالي، وبعدين عمل بول للايمج، وبعدين ران الايمج والاوتبوت ده طلع. فالسؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل في طريقه ان احنا نبول الايمج من غير ما نعملها ران؟ يعني نشدها من الريموت ريبوزيتوري لللوكال ريبو من غير ما نعملها ران؟ في كوماند اسمه دوكر بول. طيب هنبول ايه؟ في ايمج موجوده في الدوكر هاب او الدوكر ريجستري اسمها ويل سي. ايه ويل سي ديت؟ الايمج ديت فيها برنامج، البرنامج دوت اللي هو كاو سي، ما اعرفش انتوا عارفين البرنامج ده ولا لا. ده عباره عن بتدي كلمه للابلكيشن ده، بيروح طبعها لك في التيرمينال بشكل معين هنشوفه دلوقتي. فهنبدأ بأول حاجة ان احنا نعمل دوكر بول. هنلاقي ان نفس الموضوع هنا ما بيحاولش يدور على الايمج لوكالي، لان هو طالما احنا قلنا دوكر بول فهو متخيل او متأكد ان هي مش موجودة لوكالي. وانت عاوز تجيبها منين؟ من الدوكر ريجستري، اللي هي الدوكر ريجستري موجودة فين؟ في دوكر اي او، تمام. وبعدين حددنا اسم الايمج هنا، فبالتالي هو عارف هنا اسم الايمج، وما قلناش التاج بتاعها ايه، اتفقنا باي ديفولت هتبقى ايه؟ ايوه هتبقى ليتست، فبالتالي هيجيب الليتست ايه؟ الدوكر ايمج، تمام. هو دلوقتي بيعمل داونلود للدوكر ايمجز من الدوكر ريجستري او من الريموت ريبو لللوكال ريجستري. طيب عمليه الدوكر بول انتهت، واداك الايمج هاش بتاع الايمج، الهاش كود بتاع الايمج اللي هو الاس اتش اي، وبيقول لك ان داونلود النيور فيرجن بتاع دوكر ويل سي، وبقى خلاص جاهز ان انت تستخدمه. طيب هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ هنكتب دوكر ران، تمام. طيب هنكتب ايه هنا؟ هنكتب اسم الايمج بتاعتنا اللي هو دوكر ويل سي. طيب ويل سي ده الدوكر ايمج، لو احنا عملناها كده زي ما هي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه، الدوكر الايمج رنت وخلاص، ما شفناش حاجه. احنا عاوزين نكول البرنامج اللي جوه الدوكر ده. البرنامج احنا اتفقنا ان اسمه كاو سي، تمام. وهنكتب اي كلمه عشان تتعرض على الشاشه، فهنكتب مثلا جراج
education. رسم لنا رسمة حوت. الحوت دوت راح قال لنا كلمة جراج education. بكل بساطة هو ده البرنامج, برنامج كوسي. هو بيرسم رسمة على التيرمينال زي ما انتم شايفين, واي كلمة انت بتبظيها للبرنامج دهوت او بتديها للبرنامج دوت بيعرضها لك في التيرمينال. فتعال نسمرايز اللي احنا قلناه هنا. احنا عملنا الاول بول دوكر بول للويل سي, قلنا ايه هو عبارة عن كنت ايمج فيها الانستراكشن ازاي تشتغل. بعدين عملنا دوكر ران الانستراكشن, ان لما نعمل دوكر ران ننادي على البرنامج وينبوسي للبرنامج ده بارامترز معينة اللي هو البرنامج مستني او متوقع استقبالها. وبصينا جراش ايديوكيشن, فالحوت قال لنا جراش ايديوكيشن. طيب دلوقتي احنا رنينا الكونتينرز, ملاحظين حاجة ان احنا لو رنينا الكونتينر مرة تانية وبعدين مرة تالتة بعدين مرة رابعة الاوتبوت كونسيستنت, وده اللي انت متوقع من اي برنامج ان يكون فيه كونسيستنسي في الاكسكيوشن. تمام, الدوكر بيضمن لك ده, ان الديفلوبر اللي كريت الابليكيشن ده وعمل له تيست في لوكال وباص نفس البارامتر شاف نفس الحاجة 100% زي اللي انت شفتها, ودي احدى مميزات الدوكر كونتينرز. طيب هنيجي دلوقتي ناخد كوماند جديد اللي هو الدوكر بروسيس. هنكتب دوكر بي اس, تمام, وندوس انتر. ايه الدوكر بروسيس دوت؟ الدوكر بروسيس بيعرض لك الدوكر كونتينرز اللي شغاله دلوقتي على الدوكر انجن بتاعك. طيب احنا دلوقتي رنينا البرنامج ده مره واثنين وثلاثه واربعه, ليه لما عملنا دوكر بي اس ما شفناش ولا واحد منهم؟ لان بكل بساطه البرنامج ده بدا الاكسكيوشن وحصل له اكسكيوشن وخلص الاكسكيوشن والموضوع انتهى. تمام, فبالتالي لما انا عملت دوكر بي اس ما هو مش شغال, فهو ما ظهر ليش. فاكرين الكلمه الكونتينر بيعيش ايه؟ الكونتينر بيعيش طول ما البروسيس اللي جوه الكونتينر دي عايشه وشغاله. وانس ان البروسيس ديت اللي جوه الكونتينر بتنتهي الكونتينر بينتهي وما بيبقاش شغال. فهنا بكل بساطة البروسيس دي بتطبع حاجة على الشاشة وتقفل, فبالتالي لما بنعمل دوكر بي اس ما بنلاقيش البروسيس دي. طيب هل في طريقة نقدر نشوف البروسيس اللي هي اشتغلت وانتهت؟ نقدر, دوكر بي اس داش اي. اي دي اختصار كلمة اول, يعني احنا ممكن نعمل دبل داش اول هيدينا نفس الريزلت. طيب ايه اللي طلع لنا؟ طلع لنا زي تيبل كده هوت فيه الكونتينر اي دي, الايمج, الكوماند, الكرييتد, الستاتس, البورتس والنيمز. معلش طيب عشان اعمل زوم للشاشه فهتلاقي النيمز مقسومه على سطرين. تمام, طيب ايه الكونتينر اي دي ده؟ كل كونتينر بيرن بيبقى عنده يونيك اي دي جنريتد في كل اكسكيوشن. الايمج, الايمج اللي احنا استخدمناها عشان نرن الكونتينر ده هوت. الكوماند هو الكوماند اللي احنا اديناه للكونتينر عشان يشتغل. الكرييتد, كرييتد امتى؟ الستيتس, الستيتس بتاعت الدوكر كونتينر ده. البورتس اللي هو مستخدمها, والنيم الاسم. الاسم برضو لازم يكون يونيك وهو حاليا اوتو جنريتد, وهنتعلم كمان شويه ازاي ندي الدوكر كونتينر اسم من عندنا او نعمل له رينيم للاسم اللي موجود. تمام, طيب فاكرين هالو وورلد الكونتينر اللي احنا شغلناه في البدايه عشان نتاكد ان الدوكر شغال؟ احنا شايفينه اهوت, والدوكر ويل سي اللي احنا شغلناه موجود. فاكرين احنا عملنا في الكوماند لاين كذا, شغلنا دوكر ران, دوكر ويل سي كذا مره, كل اكسكيوشن عمل لنا كونتينر جديد. دي معلومه ملحوظه مهمه جدا ومعلومه مهمه جدا. كل مرة خدنا الانستراكشنز اللي هي الايمج وعملنا لها رن عمل لنا كونتينر جديد. تمام, طيب تعالى ناخد الخطوة ايه اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها ايه؟ هل اقدر استورت اي كونتينر من الكونتينرز اللي موجودين هنا هوت؟ يعني انا عندي مثلا دوكر ويل سي 1 و2 و3 و4 و5, تمام, اللي هو واخدين الاسماء الغريبة دي, مثلا جوفيال سينوسي whatever. تمام, هل نقدر
نستارت اي واحد من الكونتينرز اللي ستوبد اللي واقفين تمام. نقدر نستارت عن طريق ايه؟ عن طريق كوماند اسمه دوكر ستارت. طيب دوكر ستارت بياخد بارامتر بياخد احدى التو بارامترز، يا اما تديله الكونتينر اي دي يا اما تديله الكونتينر نيم تمام. لو اديته الكونتينر اي دي هيشتغل، ولو اديته الكونتينر نيم هيشتغل. طيب تعال نجرب ندي ناخد الكونتينر اي دي دهوت نعمله كوبي بيست تمام، ونعمل دوكر ستارت اسم الكونتينر. طبع لنا تاني الدوكر اي دي واشتغل، بس احنا ما شفناش اي حاجه هنا على الاوتبوت، ما شفناش اي ريزلت في التيرمينال تمام. طيب يعني ايه ليه ما شفناش اي ريزلت في التيرمينال؟ بكل بساطه الكونتينر ده ستارت في الباك جراوند ومات في الباك جراوند. طيب عاوزين نتاكد ان فعلا الكلام ده حصل، هنكتب دوكر تاني دوكر بي اس داش اي تمام. هنلاقي ان اخر هاش احنا استخدمناه اللي هو الهاش ده هوت تمام اكزيتد، يعني اتخرج من 27 ثانية، يعني هو رن وقفل تمام من غير ما يطبع لنا اي حاجة على الشاشة. لما احنا عملناه في المرة الاولى هنا هو خدوا بالكو كان ايه about a minute ago تمام، لكن هنا about 27 seconds تمام. فاللي حصل ايه؟ ان هو اشتغل ستارت وقفل بس احنا ما شفناش اي اوتبوت. طب هل في طريقه ان احنا نستارت الكلام ده هو ونشوف الاوتبوت على الشاشه؟ طبعا في طريقه. طيب ايه الطريقه؟ ان احنا نقول له دوكر ستارت تمام، ونقول له داش اي تمام، وهنشرح يعني داش اي، وندي الكونتينر اي دي او ندي الكونتينر نيم. احنا جربنا المره اللي فاتت الكونتينر اي دي، تعالى دلوقتي نجرب الكونتينر نيم. طبع لنا على الشاشة. طيب ايه بقى ايه ديت؟ ايه دي عبارة عن ايه؟ ايه دي عبارة عن attach. طب يعني ايه attach؟ بيattach الستاندرد اوتبوت او and or الستاندرد ايرور لو عندنا ايرور اوتبوت لو عندنا اوتبوت من الكونتينر من الكونتينر الداخلي او الكونتينر للهوست اللي انت بتريكسكيوت عليه تمام. دي معلومه مهمه. طيب تعال نعيد تاني. AA يعني اختصار كلمه attach وظيفتها ايه؟ بتattach او بتبعت الستاندرد اوتبوت والستاندرد ايرور من الكونتينر للكلاينت اللي انت بتكسكيوت عليه، وبالتالي شفنا ايه الاوتبوت اللي ظهر جوه الكونتينر تمام. طيب في ملحوظه ثانيه اعتقد انتوا خدتوا بالكم منها، ليه هنا هوت مفيش الكوماند اللي بيرن الكونتينر؟ فاكرين لما احنا رنينا الكونتينر بالطريقه التقليديه عملنا ايه؟ دوكر ران دوكر ويل سي كاو سي جراج اديوكيشن. ليه لما عملنا ستارت ما حطيناش الكوماند؟ بكل بساطه ان احنا الكوماند اوريدي موجود، الكوماند اوريدي موجود. احنا عملنا ستارت للكونتينر اللي هو اوريدي عنده الكوماند وعنده الانستراكشن للاكسكيوشن، فاحنا لما عملنا ستارت هو خد الكوماند الموجود، خد الايمج الموجود، خد الكونتينر زي ما هو، رنه ستارت بداوا، انا اسف مش رنه بداوا تمام، لان هو كان اوريدي رن بس هو حصل له ايه؟ ستوب. طيب كل مره هنعمل ستارت، شايف ادي مره الثانيه الثالثه، بعدين نعمل دوكر بي اس داش ايه، ما بفيش كونتينرز تانية بتتكرييت. ليه؟ لان احنا بنستارت اكزيستنج كونتينر، احنا مش بنرن ايمج وبنطلع كونتينر، لا احنا بنستارت اكزيستنج كونتينر. يبقى احنا فهمنا ايه الفرق ما بين الستارت والرن. الرن بترن الايمج تديها كوماند او هي تكون فيها اوريدي بري سيفد كوماند عشان ارن كونتينر من الايمج، لكن ستارت بستارت اكزيستنج كونتينر. طيب دلوقتي هناخد معلومه في الدوكر بي اس كوماند. احنا خدنا داش اي اللي هي بتعرض اول، لكن في دوكر بي اس داش اي اول داش كيو. كيو هنا معناه كويت بهدوء، وهنا بيعرض لستة من الكونتينر اي ديز اللي موجودة عندك هنا هوت. طب دي استخدامها ايه؟ هناخد استخدامها في
الخطوة الجاية على طول. دلوقتي عندنا كونتينرز، دلوقتي عندنا كونتينرز كتير موجودة مش شغالة، استارتد وخلصت الاكسكيوشن بتاعها وموجودة. هل اقدر امسحها؟ في كوماند اسمه دوكر ار ام، تمام، وزي ما قلنا بياخد الكونتينر اي دي او بياخد الكونتينر نيم. تعال نجرب نمسح الكونتينر ده بالاي دي بتاعه، بعدين نعمل دوكر بي اس داش اي تاني، هنكتشف ان الكونتينر اتمسح او الكونتينر دوت خلاص ما بقاش موجود. برضو ممكن نمسح عن طريق الكونتينر نيم، هنكوبي كونتينر نيم، تمام، مسحنا كونتينر نيم، تعالى نعمل بي اس، الكونتينر اتمسح. طيب كده احنا نقدر نمسح الكونتينر. هل كل مرة هعوز امسح كونتينر من الكونتينرز، سوري، هل لو انا عاوز امسح كل الكونتينرز هرن الدوكر ار ام مرة مرة؟ هل في طريقة؟ في طريقتين. الطريقة الاولى انك انت تعمل دوكر ار ام، دوكر ار ام بياخد مش اسم كونتينر واحد، بياخد كذا اسم كونتينر في نفس الوقت، يعني بياخد اسم الكونتينر الاول او الهاش او كومباينيشن، تعال نجرب كومباينيشن، بياخد ادي كونتينر اي دي وادي كونتينر نيم، وبعدين نعمل دوكر ار ام، الاثنين اتمسحوا، تعال نعمل دوكر بي اس داش اي، تمام، فاتبقى لنا تو كونتينرز. فدي الطريقه الاولى ان انا بروفايد كل الكونتينر اي ديز او الكونتينر نيمز اللي انا محتاج امسحها. طب هل في طريقه تانية؟ فاكرين الدوكر بي اس داش اي الداش كيو سوري ناسف الداش كيو الكوايت، تمام، جميل جدا. اقدر اعمل تركية بالشيل سكريبت، بالشيل سوري، ان انا امسح كله في نفس الوقت. هعمل دوكر ار ام، تمام، وبعدين هعمل دولار وافتح قوس واقفله، وهشرح لكم ايه دلوقتي بالتفصيل، وبعدين اكتب كوماند دوكر بي اس داش اي داش كيو. طيب دوكر بي اس داش اي داش كيو بيطلع ايه؟ بيطلع الريزلت دي، بيطلع كل الكونتينرز اللي موجوده، كل عشان احنا حاطين داش اي كل الكونتينرز الموجوده، وداش كيو يعني من غير تفاصيل الكونتينر، الكونتينر اي ديز بس. لما هحط الكوماند ده ما بين دولار وتو براكتس، دولار معناه فاريبل وتو براكت معناه خد الريزلتس بتاع الكوماند ده، تمام، حطها لي كانها فاريبل. فالفاريبل ده هيبقى ايه؟ array of container IDs، هيباس الريزلت ديت للدوكر ار ام فيمسح كل الدوكرز الموجوده. وفعلا رنينا الكوماند ومسح كل الدوكرز، تعال نبص بي اس داش اي دن، ما عندناش اي كونتينرز موجوده في الباك جراوند. هل انا كل مره، يعني انا دلوقتي عاوز مثلا دوكر، مثلا دوكر ران، دوكر ويل سي كاو سي جراش ايديوكيشن دوكر بي اس داش اي، طيب انا دلوقتي الدوكر رنيت مره، الدوكر ايمج اللي عندي طلعت لي كونتينر، الكونتينر عندي، طب هل انا كل مره لازم اخش بنفسي امسح الكونتينر، ولا في طريقه لما البروسيس اكسكيوشن بتاعه الكونتينر تخلص الكونتينر يتمسح؟ في طريقه. الطريقه دي عباره عن ايه؟ الدوكر ران بياخد بارامتر اسمه دبل داش ار ام، تمام، ار ام اللي هي ريموف. طيب ريموف ايه؟ يرموف الكونتينر لما الاكسكيوشن يخلص. تعالى كده نرن، عملنا دوكر ران دبل داش ار ام الكونتينر دوت، تعالى نعمل بقى دوكر بي اس داش اي، هنلاقي الكونتينر القديم اللي احنا رنيناه قبل ما نرن الكوماند دهوت، لكن بعد ما رنينا الكوماند ده مفيش كونتينرز ظهرت. تعالى نمسح الكونتينر ده، كده ما عندناش اي كونتينرز خالص. تعال نرن تاني الدوكر ار ام، دوكر ران ار ام طلع لنا الاكسكيوشن، الاكسكيوشن خلص، متوقعين ان الكونتينر اتمسح، تعال نعمل دوكر بي اس داش اي، مفيش كونتينر. طيب احنا تقريبا كده غطينا كل الكومباينيشنز بتاعت الدوكر بروسيس، وغطينا الكومباينيشنز بتاعت الدوكر ران، ونكلين الكونتينرز اللي موجودة عندنا في اللوكال. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الاسم بتاع الكونتينر. تعالوا نشوف الموضوع ده ايه. طيب فاكرين لما احنا عملنا دوكر ران طبعا من غير ار ام، تمام، وبعد كونتينر حصل له اكسكيوشن، بعدين تعالى نعمل دلوقتي دوكر بي اس داش اي، بياخد اسم
بياخد اسم غريب مثلا ده جيفتد لامار. جيفتد لامار ده الاسم. طب هل انا اقدر اتحكم في الاسم ده؟ اه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل دوكر رينيم، دوكر رينيم، وبعدين نديله الاسم الكرنت نيم بتاع الكونتينر او الكونتينر نيم اللي احنا عاوزين نغيره، ونغيره مثلا باي اسم مثلا ليتس سي ويل سي. طب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا رينيم للكونتينر من الاسم الاوتو جنريتد لاسم احنا حطيناه بايدينا كاستم. تعال نبص دوكر بي اس داش اي، هنلاقي الاسم بقى بدل جيفت لامار بقى ويل سي. طيب هل في طريقه تانية ان انا اتحكم في اسم الكونتينر؟ اه، لما انا اجي اعمل ران للكونتينر تمام، اديله بارامتر اسمه دبل داش نيم، واديله الاسم اللي انا عاوزه وليكن مثلا جراج education. الكونتينر بتاعي ران دوكر بي اس داش اي، هنلاقي ان في كونتينر اسمه جراج education. زي ما احنا اتعلمنا شوية كومنز بنتعامل بيها مع الكونتينرز، في شوية كومنز بنتعامل بيها مع الايمجز. اول كومنز بيجي في دماغنا ان احنا نعرض الايمجز اللي موجودة عندنا لوكالي تمام. ده بنكتب ايه؟ دوكر ايمجز. فبيقولك ان احنا عندنا اهو تو دوكر ايمجز موجودين عندنا لوكالي، نقدر يعني نستخدمهم اي وقت من غير ما نفتشهم من الدوكر ريجستري او الدوكر هاب، لان احنا اوريدي عملنا لهم فيتش في اللوكال ريبو تمام. طيب هل انا اقدر، طب مثلا في مثلا الدوكر ويل سي ديت واخده مساحه 247 ميجا بايت، هل انا اقدر ان انا امسحها؟ اه طبعا اقدر ان انا امسحها، ولكن لازم نتاكد قبل ما نمسح اي دوكر ايمج ان هي مش مستخدمه في اي كونتينر. يعني انا لو عملت دوكر بي اس داش اي، هنلاقي هنا هوت ان الدوكر ايمج دي مستخدمه في تو كونتينرز، فهل انا اقدر امسحها؟ لو مسحتها هيبوظ الكونتينرز ديت، هو المفروض هيديك ايرور لو انا مسحتها باي فورس هيبوظ الكونتينر دي، ولو انا مسحتها من غير فورس هيديك ايرور. طب تعال نجرب ايه الكوماند اللي بيمسح. احنا تعرفنا الكوماندز اللي بيعرض الايمج، تعال نتعرف على الكوماندز اللي بيمسح الايمجز. دوكر ار ام اي، وهنديله الايمج اي دي، الايمج اي دي اللي عاوزين نمسحها. وبما ان الايمج اي دي اللي عاوزين نمسحها في منها تو كونتينرز موجودين في الـ في الـ في الـ في البروسيس، هو استوبد بس موجودين، فالمفروض يفيل. فعلا حصل ايرور ريسبونس ان الكلام ده هو مش قادر يديليت الايمج ديت، لان وماست بي فورسد لان ديت يوزد مستخدمه. طيب نتخلص من الموضوع ده ازاي؟ بسيطه، انك انت تعمل دوكر ار ام للكونتينرز اللي موجودين عندك، اللي هو الكونتينر الاول والكونتينر الثاني، ونتاكد ان احنا ما عندناش كونتينرز من النوع ده اهو. بعد كده نيجي دوكر ار ام اي نمسح الايمج اللي اسمها 6 بي مش عارف ايه تمام، عمل ديليت. طب نتاكد دوكر ايمجز، لقينا ان الايمج اللي مساحتها 247 ميجا بايت ايه ديليتد تمام. طيب زي ما اتعلمنا في الدوكر بي اس ان في كوايت، برضو عندنا دوكر ايمجز داش كيو بيعمل لك بيعرض لك فقط الايمج اي دي تمام. فنقدر نستخدم الكوماند ده ان احنا نمسح كل الايمجز اللي موجوده عندنا في اللوكال مره واحده باستخدام دوكر ار ام اي، بعدين نفتح دولار براكت ونكتب دوكر ايمجز داش كيو ونقفل البراكت، وكده مسح كل الايمجز. هو طبعا عندنا كان ايمج واحده بس، هو كده مسح كل الايمجز اللي موجوده عندنا. دوكر ايمجز ما عندناش اي حاجه، ودوكر بي اس داش اي برضو ما عندناش اي حاجه. طيب تمام، في سؤال اكيد جاء في اذهاننا، انت عرفت ازاي ان في ايمج اسمها مثلا هالو وورلد؟ عرفت ازاي ان في ايمج اسمها ويل سي؟ ده سؤال بديهي. في طريقتين، الطريقه الاولى انك تخش على الويب سايت بتاع دوكر هاب وتسيرش اونلاين على الكلام ده هو، تسيرش على الدوكر هاب تمام، على الايمجز اللي موجوده. طب دي الطريقه الاولى.
طب في طريقه ثانيه بالكوماند لاين؟ ايوه في طريقه بالكوماند لاين. طب ايه الطريقه بتاعت الكوماند لاين؟ ان احنا نستخدم كوماند اسمه دوكر سيرش ونديله الكلمه او الاسم اللي احنا عاوزين نسيرش عليه. فمثلا انا عاوز سيرش على اوبونتو، فدوكر سيرش قال لي بص كل دول موجودين اوبونتو، تعال نعرف ايه البارامترز اللي موجوده او ايه اللي هو بيعرضها لك. النيم، الديسكريبشن، الستارز. الستارز دي عامله زي الـ في الجيت هاب وفي الجيت لاب، انت بتقدر تعمل ستار للبروجكتس الموجوده، هل هو اوفيشال ولا مش اوفيشال، هل هو اوتوميتد ولا مش اوتوميتد بروجكت. تمام، هنكتشف مثلا ان الاوبونتو، مثلا تعالى نشوف اول سيرش ريزلت اللي هو الاوبونتو ده الاسم مثلا، الديسكريبشن ده اوبونتو از ديبيان بيزد لينكس اوبريتنج سيستم، واخد ستار 10757 اوفيشال اوكي، يبقى ده اوفيشال ايمج بتاعت الاوفيشال ايمج بتاعت الاوبونتو. طيب تعالى نسيرش على حاجه تاني، تعالى نسيرش على ويل سي، هنسيرش طلع لنا الويل سي، طبعا مفيش ويل سي اوفيشال، ده واحد عامل ابلكيشن، ولكن ولكن انا لما عملت سيرش على الويل سي طلع لنا كل الايمجز اللي موجود في اسمها ويل سي. طيب في برضو تو كومنت سهلين ممكن ناخدهم النهاردة، ونعتذر ان الحلقة ممكن تكون طولت وطولت عليكم، لكن اخر تو كومنتس هنعملهم هما الدوكر لوج ان والدوكر لوج اوت. ايه الدوكر لوج ان والدوكر لوج اوت؟ دلوقتي احنا قلنا انك انت بتكونكت على الدوكر هاب، الدوكر هاب ده ليك هو بابليك، انا دلوقتي انا عملت بول وعملت سيرش ما طلبش مني اي كريدنشال، ولكن افرض انا عندي وهنتعلمها في الحلقه الجايه ان شاء الله، عندي دوكر ايمج انا عاوز ابوشها على الدوكر ريجستري دوكر هاب، هحتاج كريدنشال، فعشان عشان عشان الكريدنشال بتاعتي ديت عشان اقدر سوري ابوش الانفورميشن ديت او الايمج ديت على الدوكر هاب لازم اعمل لوج ان على الدوكر هاب، فالكوماند هو دوكر لوج ان. لما بعمل دوكر لوج ان بيطلب مني اليوزر نيم بتاعي، فاليوزر نيم بتاعي مثلا هنا احمد حسنين، وبعد كده مثلا بيطلب مني باسورد، فانا للاسف مش حافظ الباسورد بتاعتي فهدوس اي حاجه فطلع لي ايرور باسورد ريكوايرد. طيب لو انا دخلت الفاليد باسورد هيبقى عادي لوجد ان. طيب عكس الكلام ده ايه الدوكر او الكوماند التاني ايه؟ الدوكر لوج اوت. لو انت عاوز تلوج اوت فقال لي اصلا ان انا نوت لوجد ان، فخلاص ما عنديش مشكله عمل لوج اوت على يعني خلاص ما فيش اي مشكله. طيب ايه اخر حاجة عاوزين نقولها؟ حاجة مالهاش علاقة بالدوكر خالص، مالهاش علاقة بالكونتينرايزيشن. لما عملنا لوج اوت قال لنا انك انت نوت لوجد، انت اصلا مش لوجد ان على index.docker.io، فمن باب الفضول حبينا نعمل ns لوك اب على index.docker.io. فاكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان الدوكر هاب اللي احنا بنكونكت عليه بنبول الايمجز وبنبول كل حاجه هوستد على الامازون على الامازون اي دبليو اس، فدي ايستر ايج احنا محضرينها لكم كمفاجاه ان احنا نقول لكم ان الدوكر هاب هوستد على اي دبليو اس. تعالوا نعمل سمرايزيشن سريعه نشوف ايه الحاجات اللي احنا اتعلمناها في حلقه النهارده في الدوكر انترمينال. اول حاجه اتعلمنا الدوكر فيرجن، ودوت عبارة عن الكوماند اللي بيوريك الفيرجن انفورميشن بتاع الدوكر اللي انت شغال عليه. تاني حاجة اتعلمنا الدوكر ران كوماند، ودوت الكوماند اللي بيخليك تران الايمج انستراكشنز ويطلع الكونتينر ويطلع نيو كونتينر كل مرة بندوس او بنران الايمجز بيطلع لنا نيو كونتينر. اتعلمنا برضو الدوكر بول، ودوت عشان نبول الايمج من الدوكر ريجستري للوكال ريبوزيتوري او الدوكر ريجستري من الريموت ريبو الى الدوكر لوكال ريبوزيتوري. تمام، اتعلمنا برضو البي اس البروسيس ليست عشان نليست الكونتينرز اللي موجوده. اتعلمنا ستارت عشان نستارت الكونتينرز اللي هي اوريدي ستوبد عندنا في البروسيسز او الكونتينر ليستس اللي عندنا. اتعلمنا برضو الدوكر ار ام اللي هي بتحذف الكونتينر او اكتر من كونتينر موجودين عندنا في الكونتينر ليست.
اتعلمنا الدوكر رينيم عشان رينيم الدوكر اللي موجود عندنا الاسم الدوكر اللي موجود عندنا اللي هو مثلا اوتو جنريتد من اسم الى اسم تاني. اتعلمنا برضو ايه الدوكر ايمجز كوماند عشان اليست كل الايمجز اللي موجوده عندنا في اللوكال ريبو. اتعلمنا برضو الدوكر ار ام اي عشان امسح الدوكر ايمج موجود عندنا في اللوكال ريبو. واتعلمنا الدوكر سيرش عشان نسيرش في الاونلاين او الريموت دوكر ريجستري على الدوكر ايمجز وديسايد الاسم والتاج اللي انا محتاج احطهم عشان افتش الدوكر ايمج من الريموت ريموت ريجستري لللوكال ريبو. واتعلمنا الدوكر لوج ان عشان اعمل لوج ان على الدوكر ريجستري الريموت دوكر ريجستري. وتعلمنا اللوج اوت عشان اعمل لوج اوت من الريموت ريجستري اللي انا لوجد ان عليها. وعملنا الان اس لوك اب عشان نشوف الاندكس دوت دوكر دوت اي او هوستد فين, واكتشفنا ان هو هوستد على اي دبليو اس. بكده نكون الحلقة بتاعت النهاردة انتهت, ولكن الدوكر ما انتهاش, الدوكر كده ابتدى. هنخش في الحلقة الجاية على يوز كيسز معقدة اكتر, وهنستخدم الكومنز دي تاني بكومباينيشنز مختلفة وبارامترز مختلفة عشان نطبق عليها مور كومبلكس يوز كيسز. ارجو ان تكونوا استمتعتوا بالحلقة ديت, وانكم تتابعونا في الحلقات الجاية. شكرا لكم.